حسب الذكرى 67 لتأسيس مديرية الأمن الوطني، وفي إطار الاستراتيجية الأمنية الجديدة المتبعة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني القاضية بمواصلة ورش وتحديث وعصرة بنايات الشرطة، جاء إحداث مقر جديد للدائرة الرابعة للشرطة لمواكبة التوسع العمراني والديموغرافي التي تعرفها مدينة طنجة، وتوفير خدمات القرب للساكنة من أجل تلبية احتياجاتها الأمنية وقضاء أغراضها الإدارية، وهي بناية ذكية تم إحداث فيها مواصفات بمعايير وطنية ودولية، وذلك كله في إطار الاستجابة لمتطلبات وحاجيات المواطنين في أحسن الظروف. أولا التدشين ديال المقر الجديد الدائرة الرابعة اللي كيجي بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 67 تأسيس المديرية العامة الوطني، وتسييد صريح الاستراتيجية اللي كتنهجها المديرية العامة الوطني وتنفيذ التعليمات السيد المدير العام الوطني القاضية دائما توفير أماكن وظروف عمل ملائمة للموظفين، وكذلك لائقة بحسن استقبال المواطنين. هذا المقر الجديد كذلك تأتي في إطار تقريب الإدارة من المواطنين، وعلى شكل بناية حديثة كتضم أحدث تجهيزات ووسائل العمل الموضوع رهن إشارة المواطنين، كذلك ولوجيات الشرائح من المواطنين. علاوة على ذلك تضم كذلك بناية مخصصة أو طبق مخصص لمصلحة حوادث السير كذلك، بالإضافة لمرافق أخرى منها قاعة للرياضة، كذلك مرفق خاص بإيواء الموظفين اللي كيجيو من مختلف المدن المغربية في إطار مهام ديال التعزيز، بالإضافة للمطبخ وكذلك المقصف. Cool.